النشرة والعاشرة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى موريتانيا بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة من طرف الوزير الأول الموريتاني السيد محمد ولد بلال، الذي أشاده بالمستوى المتميز والزخم الكبير الذي تشهده العلاقة الثنائية بين البلدين. وقد أكد الطرفان خلال هذا اللقاء على عزمهما مواصلة الجهود لتعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين. في هذا السياق تم التأكيد على أهمية انعقاد اللجنة المشتركة العليا في أقرب الأجال، وكذا تنشيط مختلف آليات التعاون الثنائي لضمان استغلال أمثل لفرص المتاحة من الجانبين، خاصة في مجالات التكوين والزراعة والصحة والتربية، مع السهر على متابعة وتقييم تنفيذ المشاريع المشتركة. كما عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة جلسة عمل مع نظيره الموريتاني السيد اسماعيل ولد الشيخ، ثم تم خلالها التباحث حول جملة من القضايا المتعلقة بالعلاقة الثنائية، وكذا مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد أعرب الوزيران عن ارتياحهما للمستوى المتميز الذي حققه التعاون الثنائي في مجالات عدة، مشيدان التطور الملحوظ الذي تشهده تبادلات تجارية بين البلدين رغم تداعيات جائحة كورونا. كما تم الاتفاق على إضفاء ديناميكية جديدة على آليات العمل المشترك وتعزيز دورها في ترجمة التوجيهات السامية لقيادتي البلدين وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي. ناقش رئيسا دبلوماسية البلدين مستجدات الأوضاع على الساحة المغاربية وكذا في العالم العربي، مجددين عزمهما على مواصلة التنسيق والتشاور تحضيرا للاستحقاقات المقبلة على مستوى الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية. كما استعرض الوزيران التحديات الناجمة عن الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء جراء اتساع رقعة وخطورة الأعمال الإرهابية وسبل التصدي لها عبر تفعيل الأطر والآليات التي تم إنشاؤها لهذا الغرض تحت مظلة الاتحاد الإفريقي. في التعاون البرلماني، دعا أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي بفيينا إلى تعاون وتضامن دوليين حقيقيين وفعالين من أجل التصدي لوباء كوفيد-19، وذلك من خلال اعتماد مقاربة متعددة الأطراف لمواجهة هذا التحدي الصحي. جاء ذلك خلال أشغال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بالعاصمة النمساوية، حيث أكد بوغالي على ضرورة ديمومة مبادرة إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 والمضي قدما في تعزيز النظام المتعدد الأطراف بغية التصدي لتداعيات الوباء على الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية. يواصل وزير الصناعة أحمد زغدار زيارة العمل إلى ولاية عنابة، حيث يقوم اليوم بمعاينة مؤسسة متخصصة في التغليف المعدني ذات طابع خاص، بالإضافة إلى تفقده رفقة كل من وزيري التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان ووزير النقل عيسى بكاي المؤسسة الوطنية لإنتاج عتاد وتجهيزات السكة الحديدية فيروفيال. وهذا وأكد زغدار خلال زيارته أمس إلى مركب الحديد والصلب سيدار الحجار أن الاعتماد على هندسة مالية جديدة لتعزيز القدرات التنافسية للمركب أصبح أكثر من ضرورة لإعادة بعث نشاط الحديد والصلب بالمصنع وتمكينه من الإسهام الفعلي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشرات النمو الاقتصادي. عائشة ببريقة. دعم مالي ومرافقة من السلطات العمومية، وفي الميدان عمال يقفون ويسهرون في مختلف وحدات مركب سيدار الحجار للرفع من القدرات الإنتاجية وتمكين المركب من الاستجابة لمتطلبات السوق المحلية والإفريقية. وحدات التقطيع على الساخن مثلا تنتج لوحدها 180 ألف طن سنويا من المنتوجات الحديدية بسواعد جزائرية، تغطي بذلك السوق المحلية من الطلبات وتسعى لتوسيع صادراتها نحو الخارج.
هذه الوحدة لها طاقة إنتاجية تقدر ب 180 ألف طن سنويا. السواعد الجزائرية في إنتاج هذا المنتوج، احنا من السواعد الممتازة بالمستوى العالمي، عجل الإنتاج نتاعنا عنده سمعة عالمية وإفريقية. مركب سدار الحجار ساهم أيضا في توفير مادة الأكسجين لمختلف المستشفيات بولاية عنابة وكذلك الولايات المجاورة. منذ 15 جويلية وحدة إنتاج أكسجين وزعت ما يقارب 350 ألف لتر بمعدل 7000 إلى 7500 لتر يومي. احنا الأكسجين هذا نستعملوه في صناعة الحديد، ولكن بجلنا المواطنين قبل كل شيء، وحنا عملنا المجهود نتاعنا ونسهروا عليها ليل ونهار H24 بان نبيو دونك الطلبات نتاع لي زوبيتو نتاع الاولاد وعنابه. وزير الصناعه احمد زغدار وخلال زيارته لمختلف الوحدات اكد على ضروره تحسين تسيير المركب بالاعتماد على الكفاءات في اطار الحوار والعمل التشاركي. الحجار يعتبر هو قاطرة بالنسبة لكل الصناعات التحويلية الموجودة على مستوى القطر الجزائري، وحتى كمادة أولية لبعض المجمعات خارج الجزائر. لهذا تواجدنا في هذا المجمع على أساس دفع حركية أول الإنتاج، لأننا نعرفه باللي اليوم المجمع راه يسير بوتيرة تقريبا بنسبة ليست مقارنة بالسنوات السابقة. اليوم راه فيه يعرف تراجع لعدة أسباب، أولا هي الجائحة بالنسبة للظروف الاقتصادية التي نعيش فيها، ولكن كما تعلمين أن الظروف والنظرة الاستشرافية توحي أن هناك انطلاقة فعلية على مستوى العالمي وحتى على مستوى الطلب المحلي. قطاع الحديد والصلب تراهن عليه الدولة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، كيف لا ومعدل إنتاج المركب خلال السداس الأول بلغ 300 ألف طن، ويتوقع أن يصل إلى 600 ألف طن نهاية العام الجاري. تحسبا للانتخابات المحلية المقررة في 27 نوفمبر المقبل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، تتواصل لليوم الرابع على التوالي عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بإشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك وسط إقبال كبير للمواطنين. العملية تستمر إلى غاية 15 سبتمبر الجارية. وبتيزي وزو شهد مقر مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إقبالا كبيرا للمواطنين، خاصة منهم الشباب. أحمد خير الدين. عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية متواصلة هنا في بلدية تيزي وزو. قدم هذا الشاب لتسجيل نفسه في القوائم الانتخابية حتى يتسنى له انتخاب ممثليه في المحليات المنتظرة. نطلب لكل مواطن شختو للجون بوكو بلوس، هاد لي ستوديون اللي مثقفين ايتو يجوا لهنايا، وان شاء الله نخدموا البلاد وتبدل شويه. افيك فو انا واحد منهم ونكون معكم خاوتي. حس المواطنه والامل في غد مشرق عبر التغيير المنشود هو ما يصبو اليه شباب الجزائر الجديده. الاقبال الكبير على التسجيل في القوائم الانتخابيه يؤكد ذلك. كيم فوتيو تفوتي صح، سفري شغل بالراي تاعك بالاخر ديالك تبدل كلش. ندعو الشباب هذو لازم يجوا يسجلوا رواحهم في البلديه الى حبوا التغيير الوضعيه هذه، ويشوفوا الممثلين لائقين بهم هما. وعي المواطنين باهميه الانتخابات المحليه المقبله تجلى في الاقبال الكبير على مكاتب التسجيل في القوائم الانتخابيه. انا نستقبلوا ملفات نسجلوا فيهم عند باش مركزيهم عند الجيج هذا، والعمليه راهي ماشيه لاباس على المستوى تاع بلديه تيزي وزو مليحه. قد تم افتتاح جميع مكاتب التسجيلات المختصه للعمليه للمراجعه الاستثنائيه على مستوى 67 بلديه، وهذا مع التنسيق بالمندوبين البلديين وإحضار محاضر التنصيب الافتتاح. قمنا بتشكيل اللجان البلدية وبدأنا هذا اليوم استقبال المواطنين الراغبين في الترشح لاقتناء الوثائق اللازمة للعملية. الانتخابات المحلية المقبلة لبنة أخرى من لبنات البناء والتشييد.
كما انطلقت العملية ببشار أيضا وسط إقبال كبير لفئة الشباب من العرجة. حركة دؤوبة يشهدها المكتب البلدي ببشار للمواطنين الطامحين في جزائر جديدة. هاني جاية نسجل وليداتي الانتخابات إن شاء الله، باش إن شاء الله من أجل هذا الوطن، باش الحياة إن شاء الله تتغير. المواطنين يقولوا ننتخبوا وسجل لي مش مسجل مش يسجل الانتخابات، هذا حق واجب. نتمنى من هاد الأعضاء المجلس الشعبي البلدي والولائي اللي غادي يجوا جداد إن شاء الله، إن شاء الله يديروا في التنمية إن شاء الله في البلاد. يكون تغيير إن شاء الله بإذن الله في 2021 هذه الجزائر الجديدة. انخراط المواطن في الحياة السياسية ومساهمته في صنع قرار المحليات المقبلة سبيل لبناء قاعدة تنموية محلية ووطنية واعدة. أنا مع الانتخابات لأن التغيير لا، إحنا دائما آمنوا بقاعدة هي التغيير في الصندوق بكاش إطار واحد آخر. المنتخب لازم يتقرب من الزانفيستيسور ويدير معهم يشوفوا مشاريع عندنا في ولاية بشار، عندنا إمكانيات كاين طاقات لازم نحركوهم، ما كانش حل بلا الانتخابات. بلاد خاصها ما خاصها الخدمة خاصها هذه خاصها ماشي لينا إحنا، إحنا كما أقولك فوتناها وفاتت الأجيال القادمة. الانتخابات المحلية المقررة في 27 نوفمبر المقبل لبنة أساسية لاستكمال مسار التنمية الوطنية. إلى تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد الآن، حيث تم تسجيل 332 إصابة جديدة و26 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تمثل 264 مريضا للشفاء حسب بيان لوزارة الصحة. دوليا وفي مستجدات الوضع بالصحراء الغربية، نفذت أمس وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة ضد مواقع جنود الاحتلال المغربي في قطاعات السمارة المحبس والفرسية، حسب ما جاء في بيان عسكري صادر عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية. في أفغانستان، عينت حركة طالبان أمس وزراءها الأساسيين في حكومتها الجديدة بقيادة محمد حسن أخوند كوزير أول في الوقت الذي طالت فيه انتقادات دولية هذه التشكيلة. تزامن ذلك ومقتل شخصين وجرح 8 آخرين في تجمع مناهض للحركة في هيرات غرب البلاد. على صعيد آخر، دعت الأمم المتحدة حركة طالبان إلى تمكين المساعدة الإنسانية من الوصول بسرعة إلى أفغانستان برا، مع تمكين أو مع تأمين ومرافقة تلك القوافل والعاملين بها. ضرب مساء أمس زلزال بقوة 7.1 على سلم ريشتر قرب منتجع أكابولكو جنوب شرق البلاد، أدى إلى هلاك شخص واحد وتسجيل بعض الخسائر المادية. وفور وقوع الزلزال أصدر مركز الإنذار المبكر من التصفية المؤهلة لكأس العالم 2022. هدف المنتخب الوطني وقعه سفيان فيغولي في الدقيقة 18 من المباراة، فيما جاء هدف التعديل في الدقيقة 64. حظ موفق لفريقنا الوطني إذن في مساره التصفوي. وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى الختام. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمشاهدة. ألقاكم بخير.